السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح لكل اخواتنا حبايبنا في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين. على كل اخواتنا حبايبنا هنطلع النهاردة اهوت، الحمام بدأ لما بعضه الشهابات هنطلع مع بعض. كده اعتمد على نفسهم. خطوة خطوة مع بعض. استرالي ده حطه معه استرالي اهو. يطير براحته بيبقى ايه طاير 100%، مش عايز بقى قرش ولا تصفير ولا الكلام من ده. معهم لسه الاسترالي يا ترى يحط معهم هاللحاية. بيحطوا في الحتة اللي احنا كنا بنكرشهم منها، يعني بينزلوا في المكان اللي احنا ايه بنطيروا منه. ايوه دي المكان اللي كانوا بينزلوا فيه على بنجمعهم فيه ونكرشهم. دايما بتعود الزغلول على حاجة خلاص، فاهمني؟ الزغلول ساعة ما بيتعود على حاجة دي الفرد دوت ريشه بايظ، احنا سايبينه عشان نلاقي ريشه بايظ. الحطة دي الطبقة دي بتبقى ايه جميلة لما بيجي الفرد الحمام بينزل. لو معاهم 100 فرد حمام ونازلين حطة واحدة يحط لو هو فرد جامد بيهم حطة طبي معاهم على طول. الحطة طالما ما فيش فرد بيأخر عن التاني خلاص، يعني مفيش فرد بيأخر عن التاني، دي حطة ليهم حلوة.
مصلحة ليك انت بعد كده. لما الحمدي بيكبر يبقى حمام كبير ياخد مع اي حد يسد معاه، ما يبقاش اي حمام مدهود. ودايما الحمام ما تخافش عليه، دايما الحمام طير ما تخافش عليه. طول ما انت خايف عليه ما تربوش، طول ما انت خايف عليه ما تربوش ولا تكروش. تمام. عود نفسك الحمام ما تخافش عليه، عشان لو خفت عليه هيتمسك، هيتدهل منك، هيبقى مدهول. زغلول طير، الزغلول طير طبعه مع اي حد، يعني اي حد مثلا حمام جنب منك خد معاه وهم صغيرين ما تخافش عليهم. يعني حد طير جنب منك بس حمام كبير وانت طير زغليل خد معاه بيه، يعني خد بقى خلي الزغليل تخش معاه في حمامه، وهو عمره ما ياخد منك زغلول، عمره ما ياخد منك زغلول. ليه بقى عمره ما ياخد منك الزغلول؟ الزغليل بتتنطور، عمر ما حمام كبير حمل ياخد الزغلول ويمشي، لان الزغلول بيبقى صغير بيوم بيرجع مكانه تاني. مره مع مره تيجي تبص تلاقي الحمام بتاعك جميل، يعني تلاقي تبص تلاقي الحمام بتاعك جميل. ودايما الميه بتاع الحمام تكون نظيفه، يعني الميه بتاع الشبابات تكون نظيفه، تيجي تبص تلاقي الحمام بتاعك ظابط، مفيش فرد حمام بيتعب. دمت الحمد لله الشهوات ديت وقع مننا برضو زغاليل، بس ما يهمش، يعني وقع مننا زغاليل في الفترة اللي هي عدت ديت، بس هو الحمد لله يعني أحسن من الأول بكتير، أحسن من الأول بكتير. وإحنا برضو معاكم واحدة واحدة، لو في أي جديد بنصوره تمام ونوردكم، عشان إيه الناس اللي ما تاخدش بالها تاخد الزغلول بيطير إزاي لحد ما بقى شاب الحمد لله هو تمام بفضل الله. تمام. ولو حد محتاج مننا اي سؤال ولا اي حاجه يكتب لنا في التعليق احنا نرد عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.